and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. No. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو التاني اللي قلت عليه اللي هتكلم عن افضل عن الافلام اللي شفتها في 2019 وهقول فيها الحلو وهقول فيها اللي هو كان عادي جدا فيلم عادي. فهتكلم في السريع ان شاء الله. طبعا افنجرز اند جيم. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Avengers Endgame هيفضل يعني بالنسبة لمدة كبيرة لمدة 10 سنين هيفضل أحسن فيلم كوميكس يتعمل بكمية الأبطال اللي فيه بكمية الممثلين اللي فيه والسي جي آي والمعارك كله فيلم متكامل بالنسبة لي هو Avengers Endgame. طبعا مع كام عيب أو كام ملاحظة كده صغيرة ما تأثرش في الأحداث أوي شوية زي إن إزاي ثور يتضرب من ثانوس وهو معاه مطرقتين وفي الجزء الأول وفي Infinity War كان معاه مطرقة واحدة بس وثانوس كان معاه كل الاحجار وثور قدر عليه فدي اللي مش عجباني شويه الناس اللي ماتت اللي هم السكان بتاع اسغارد كانوا موجودين على الارض ازاي دي برضه حاجات ما عرفناهاش فدي ملاحظات خفيفه بس المسلسل الفيلم يفضل تحفه فنيه في عالم الكوميكس فده هحطه في افضل 2019 فيلم الجوكر طبعا ماري one small thing yeah when you bring me out can you introduce me as Joker هيفضل يعني الفيلم مختلف فيلم بيتكلم من تحول شخص عايز يضحك الناس لشخص بقى مجرم وبقى بيستمتع بالإجرام عشان المجتمع غيره وخلاه يعني استهزى بيه وطلع الوحش اللي جواه هو فعلا المجتمع يستحق انه يبقى كده ان هم كانوا كلهم بيعملوا وحش يعني اللي حصل فيهم حلال فالفيلم طبعا والتمثيل اللي فيه حلو الاخراج واكين فينيكس تمثيله كان حلو طبعا في ناس كتير بتقول انه مش هترشح للاوسكار بس مش مشكله هو كان ابداع لوحده الاوسكار مش بيحدد اذا كان ده ممثل ينفع يكمل في التمثيل ولا لا في ممثلين كتير ما خدوش اوسكار وتمثيلهم تحفه فمفيش مشكله يعني انت زي الفل يا عم واكين طبعا الفيلم ده من احسن افلام 2019 بالنسبه لي الفيلم الثالث ذا ايرش مان Always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run. I'm a man. Without a friend. You gotta sit down, everybody says so. No, I'm not sitting down, I can't do it. It's what it is. What it is. I know things they don't know I know. The Irishman يعني من وجهة نظري أحسن فيلم لمارتن سكورسيزي بالنسبة لي يعني لا حاجات كتير يعني طبعا تعاون الباتشينو الأول مع سكورسيزي في الفيلم الأول تعاون ليهم مع بعض الباتشينو عمل دور حلو جدا جو باشي في الفيلم ده هو الزعيم في الأفلام بتاع زمان كلها كان هو الشخص اللي عايز يخش العصابات وعايز يبقى كبير وكده في الآخر بياخد على عينه وبيموت لأن هو الزعيم هو اللي بيحرك الأحداث فكان عايبني جدا إني أشوفه في دور زي ده دور إن هو الزعيم كان لايق عليه جدا مع إن طبعا موضوع التكنولوجيا بتاعت تكبير السن كانت برضه مطلعاه كبير مهما عمله كان طالع كبير كان عجوز قوي بس تحس انه كبير برضه شويه هم صغيرين سنه دي كانت مشكله شويه بس مش مشكله طبعا اتكلمت في الفيديو ده عن كل اللي في الفيلم طبعا هقول بقى فيلم تاني عربي شويه انا اتكلم برضه في الافلام العربي معلش فيلمين عربي في الفيديو ده اولاد رزق مش عايز حد بعد كده يتصرف من دماغه طول ما احنا مع بعض محدش هيعرف يفرق بينا لما ترزق هنبطل امين 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 طبعا مفيش مقارنه بالافلام اللي قلتها وفيلم عربي بس فيلم اولاد رزق الجزء الثاني كجزء اول ما كانش محتاج جزء ثاني تمام بس الفيلم لما نجح وكده عملوا له جزء ثاني فالجزء الاول ما كانش محتاج جزء ثاني بس الجزء الثاني كان حلو وكان فيه تمثيل احمد عز بالنسبه لي احسن تمثيل شفته له من مده كبيره يعني احمد عز وكريم عبد العزيز بالنسبه لي احسن ممثلين في الفتره دي وممثلين اللي هم بيمثلوا
بيمثل، مش بيعمل اكشن ونط والحركات دي، لا ممثل اللي هو بيعمل مشاهد تمثيل فعلا مش مجرد اكشن وخلاص. فالفيلم حلو، وفيلم الجزء التاني محتاج له جزء تالت، وفعلا يحتاج جزء تالت مش زي الجزء الاول ما كانش محتاج جزء تاني. فدي الفكره، فيلم حلو بالنسبه لي، فيلم فيعتبر من الافلام الحلوه، بس مش من افضل افلام 2019. فيلم الفيل الازرق، لا تخاف ولكن احذر. ما كانش محتاج جزء تاني فيلم الفيل الازرق. الجزء الاول كان حلو، ولو كنا خدنا اللقطه الاخيره في الجزء التاني وحطيناها في الجزء الاول كان بقى حلو قوي كده، وما تعملوش اي اجزاء تانيه وما يعملوا جزء تالت. فانت ما كانش محتاج انك كده تعمل جزء تالت لو حطيت اللقطه الاخيره دي في الجزء الاول وقفلتها زي الروايه، كانت تبقى حلوه قوي كده. بس طبعا اي حاجه بتنجح لازم نحلبها ونعمل منها حاجه جديده، فده العادي. بس برضو يعتبر فيلم حلو بالنسبه لي. كريم عبد العزيز كان تمثيله حلو، الرعب فيه كان مش وحش، هند صبري طبعا كانت عامله الدور حلو، السينماتوجرافي كانت حلوه، لف الكاميرا كده مع كذا مشهد من كذا نقله لكذا مشهد تاني في نفس المكان تحسه، فكان حلو بالنسبه لي الفيلم ده. الفيلم اللي شفته كمان زومبي لاند. Hey, Possum Age. Sorry, just you in that chair. I think it would have made a damn fine president. You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. طبعا الفيلم بعد 10 سنين من احداث الجزء الاول، فيلم تشوفه مره واحده مرتين مش كتير، وانا عملت عليه مراجعه على الفيديو ده. فيلم عادي، الكاريزما بتاعت ايما ستون وجيسي ايزنبرج في الفيلم ده مش قد كده كعلاقات رومانسيه قوي، تمام؟ كانت حلوه في الجزء الاول، الجزء ده تحس ان هي مش اتكلفتت شويه، بس هي الكوميديا مع الزومبي دي مش بتشوفها كتير، فده حلو بالنسبه لنا. لو عايز تتكلم عن الزومبي عندك في ووكينج ديد او ذا ووكينج ديد، دول كلهم فيهم رعب بس مفيش كوميديا فيهم. فالفيلم ده حلو فيه انه بيعمل كوميديا بيعمل رعب في نفس الوقت، ده شيء حلو انك تشوف الرعب والكوميديا مع بعض. دول بالذات مع الزومبي مبقاش فيه كوميديا شفتها كتير في اعمال ليه قبل كده، فده حلو. فالفيلم مش وحش، وودي هاريسون اللي هو بيعمل دور تلهاسي طبعا مفيش كلام عليه، الراجل بيعمل كوميديا بيضحك، لو مشهد مؤثر شويه يخليك تتاثر معاه. فالممثل ده بالنسبه لي من الممثلين العظماء. من الافلام اللي شفتها برضه 2013 سبايدر مان فار فروم هوم، تمام. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. You going to be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? I'm kidding, I'm kidding. Look. Keep up the good work because I am going on vacation. الفيلم مش وحش، تمام. الفيلم مش وحش، بس زي ما قلت في فيديو ليا قبل كده لما كنت بتكلم في كبسوله الزمن اتكلمت على الفيلم ده، ان توم هولاند في افلامه لسبايدر مان محتاج حد معاه. اذا كان هيطلع مع افنجرز او كابتن امريكا او ايرون مان في الفيلم الاولاني ليه لازم يكون في حد معاه. فهنا كان معاه الشخصيه اللي هي ميستيريو دي، كان ممثل هو اللي يعتبر معاه في الفيلم، لانه لوحده هحس ان الفيلم مش حلو. مش بقول ان هو ممثل وحش، بس لازم يكون في حد في افلام سبايدر مان مع توم هولاند او شخصيه سبايدر مان يكون شايل مع الفيلم، دي من وجهه نظري. وكان اللي هو المساعد بتاع توني ستارك كان معاه، فلوحده حس انه مش هيقدر يشيل فيلم لسبايدر مان لوحده، مش عارف ليه، دي وجهه نظري. فيعتبر من الافلام الحلوه في 2019، بس دي كانت ملاحظتي على الفيلم. وطبعا في الاخر اتكشف ان بيتر هو سبايدر مان، فدي شيء يعني خليك دلوقتي عايز تعرف اللي هيحصل في الفيلم الجاي دلوقتي لما تكون عرفت حقيقته، فده برضه شيء حلو. فيعتبر في الافلام من افلامي المفضله في 2019 ليا. فيلم بقى التاني باتمان هاش، ده فيلم انيميشن. باتمان يور نيو بوي توي؟ اي هاف وان تو. None of this is my fault. He made me control Superman. What's his name? He calls himself Hush. The events of the past months reach as high as Superman and as low as the Joker. All were set into motion by Hush. الفيلم ده حلو جدا لانه جاب لي ان باتمان ليه اعداء كتير، بس في عدو ظاهر جديد بيحرك كل اعداء باتمان اللي هم زي بين وزي الجوكر وزي هارلي كوين، وهي الشخصيه بتحكي في النباتات دي، هو في حد بيحركهم يعني، دول اخطر اشرار، وفي حد بقى قدر يتحكم فيهم ويحركهم بذكائه، مش
معاه سحر او حاجه قدر يخليهم كلهم يتحكم فيهم ويبتزهم عشان يأذوا باتمان، فده كان شيء حلو. الشيء التاني ان انا بحب شخصيه سيلينا كايل اللي هي كات وومن مع باتمان، بالنسبه لي دول احسن كابلز في عالم دي سي، طبعا مع لويس لين والسوبرمان بتاع سمولفيل دول يعتبر احسن كابلز بالنسبه لي، فان اشوفهم في فيلم واحد انيميشن ده ما شفتهاش كتير، فانا بحب الفيلم ده، كان شيء كمان عجبني في الفيلم. دي كده اغلبيه الافلام اللي انا شفتها في 2019، يعني طبعا مش كل الافلام شفتها لاني ما دخلتش السينما كتير السنه دي، كل افلام كنت بشوفها على النت، ففي افلام لسه ما نزلتش الصوره نظيفه، فده كل اللي عندي في الفيديو ده. فلو عجبكم الفيديو وصلت لاخره يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس، تضغطوا لايك عشان ده بيساعد، ونقول في الاخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وسنه سعيده عليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.